قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. على هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة والعطية الكبيرة التي هي مبعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه منة عظيمة يمتن فيها الرب جل وعلا على العباد بمبعث هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وإنزال هذا القرآن عليه هداية للبشر وصلاحا للعباد. ولهذا ينبغي أن يعلم أن هذه المنة هي أكبر المنن، بل هي أصلها وأساسها، بل هي أصلها وأساسها. فالله جل وعلا من على العباد بمبعث هذا الرسول الذي مهمته إبلاغ كلام من أرسله، فالرسول لا يأتي بشيء من نفسه، وما على الرسول إلا البلاغ، يبلغ كلام من أرسله. قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي يزكيهم بتلاوة الآيات، وهذا فيه أن القرآن هو كتاب التزكية، وأنه لا زكاة للقلوب إلا بالقرآن، لا يمكن أن تزكو القلوب وأن تطيب وأن تصلح وتستقيم إلا بهذا القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يزكي القلوب، أي يدلها على ما فيه زكاتها، كان يتلو عليهم آيات الله ليزكيهم بها. ولهذا التزكية للقلوب إنما تنال بهذا القرآن، تلاوة لآياته وتدبرا لمعانيه وهداياته. ويعلمهم الكتاب والحكمة، كتاب أي القرآن، والحكمة أي السنة، وهي شقيقة القرآن المفسرة له الموضحة له. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، من قبل نزول هذا القرآن وهذا الوحي العظيم كانوا في غاية الضلال، بل إن الأرض كلها طبقها الضلال وخيم عليها الباطل في كل أرجائها وجميع أطرافها. فبعث الله عز وجل هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن ليخلص البشرية وينقذهم من هذه الظلمات والجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء التي كانوا عليها، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه الهادين المهتدين. ذكر هذين الوصفين للصحب الكرام رضي الله عنهم، أنهم مهتدين أي في أنفسهم استقامة وطاعة لله عز وجل، هادين أي لغيرهم نصحا ودلالة ودعوة إلى الحق والهدى. وكمال العبد إنما يكون بوجود العلم، تحقق العلم، أن يكون عالما بالحق عاملا به، أن يكون عالما بالحق عاملا به، وأن يكون في الوقت نفسه معلما لغيره ناصحا، فبهذا يكون هاديا مهديا. وجمع هذان الوصفان في دعوة عظيمة مأثورة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث عمار بن ياسر فيما كان يقوله عليه الصلاة والسلام في آخر صلاته، اللهم اجعلنا
اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.